المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الوطني رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف نخبه من رجال الاعمال المتميزه، اخترنا لكم اليوم السيد يحيى صاحب مجموعه صالونات تورك الحلاقه. صحيح. حبيبي برنامج رواد الاعمال، الله يخليك بوجودك بوجودك. حابين نتعرف عنك ونعرف الساده المشاهدين على شخصك الكريم. والله انا يحيى زكريا، تمام، مصري الجنسيه، مقيم في الدولة تقريبا من 99 ما شاء الله. اي تقريبا. والله جت فترة، يعني هكلمك على موضوع ايه سبب ان انا توجهت لموضوع الصالونات. فترة الكورونا انت عارف كان تقريبا كلنا قاعدين من غير شغل، فطبعا كلنا اتضررنا في الموضوع دوت. فجت بعد كده هوت لما الدنيا بدأت تشتغل مرة تانية، فقعدت أفكر يعني إيه السيرفيس اللي محتاجه الناس وما يقدروش يستغنوا عنه، حتى لو في يعني أي ظروف اقتصادية بتأثر على المكان اللي احنا مقيمين فيه. فلقيت إن الشيء الاستهلاكي زي السوبر ماركت، الصيدلية، برضك الصالونات، برضك لان الصالونات يعني انت ممكن تبطل تروح تاكل في مطعم لو انت عندك ظروف ماديه، بس ما ينفعش انك تحلق في البيت، لازم تيجي الصالون. بس فده اللي خلانا اتوجه للموضوع دوت، والحمد لله يعني توفقت فيه. الحمد لله بقى لي سنتين اهوت، عندي فرع في شارع الشيخ زايد وعندي الفرع اللي احنا فيه في اركان، وباذن الله يعني تقريبا ممكن شهر او شيء بنفتح واحد ثالث باذن الله. يا رب الله يرفع لكم البركه ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. حابين نتعرف ايضا عن الخدمات المقدمه في والله الخدمات بالنسبه للفرع اللي احنا فيه دوت، طبعا قص الشعر، اللحيه، الصبغات بانواعها، في عندك شيء حديث اسمه كرياتين او اللي هو الفرد الشعر، في كذا برودكت بتستخدمه، كرياتين، بروتين، أشياء كثيرة. عندك تنظيف بشرة، بودي كير، مانيكير، كل ده موجود في الفرع ده. والفرع الثاني كذلك، بس الفرع الثاني بنزيد فيه ان احنا عاملين غرفة مخصصة للواكس، بودي واكس، للناس اللي لعيبة كمال الأجسام او الأشخاص اللي بيحبوا ان هم يزيلوا شعر الجسد، فبنعمل لهم الخدمة ديت في الفرع الثاني اللي في شارع الشيخ زايد. ممتاز. طبعا في ظل المنافسة في سوق الإمارات العربية أكيد. أكيد. خصوصا في مجال الصالونات، يعني حضرتك ذكرت انه الامور الاستهلاكيه دائما تستهلك، لكن ولكن نفس الوقت في كثير من المنافسين في السوق بين المنتجات الاستهلاكيه. شو المميز عندك عن باقي المنافسين؟ بص، المميز ان لازم تفتح في اي بزنس كان، انك لازم قبل ما تفتح البزنس لازم تعمل دراسه. أكيد. تمام. وقبل ما اكون انا صاحب صالون، انا كنت بروح احلق عند اصدقائي. أكيد. ف دايما بتحب انك تتعامل معاملة مميزة عشان ترتاح، لان في الاول وفي الاخر الحلاقة كله بيعرف يحلق، بس صراحة النفسية اهم شيء. اكيد. تمام. فاللي بيميزنا ان انا عندي حاجات اكسترا سيرفيس بنعملها للزباين، الحاجات ديت اوريدي بيشرج عليها في الصالونات التانية. ديت بتديك برضك يعني بتديك احساس انك مميز. تمام. عندنا مثلا النظافه، الحمد لله شفت الصالون انظف المعدات واغلى المعدات، انا ما فيش بخس خالص في الحاجات دي، لان زي يعني انا بامن بان انت على قد ما بتصرف على قد ما بيجي لك عائد مادي. صحيح. فده اللي بيميزنا طبعا. واللوكيشن كمان طبعا، بالنسبه ان انت لازم تختار لوكيشن مميز عشان تعرف تشتغل. بس دي المميزات، يعني ما فيش حاجة أكبر من كده. طبعا ذكرت نقطة مهمة خصوصا في مجال الصالونات، خصوصا بعد الجائحة كل صار يدور على الأماكن النظيفة. صحيح. وبتستخدم معدات عالية، حتى عالية من ناحية النظافة، حتى كان اللي هو جهاز البخار. أيوة طبعا طبعا طبعا. وهي نقطة مهمة جدا. أكيد. وحكومة دبي يعني مش مقصرين في التوجيهات بتاعتهم، يعني الحق يتقال. بيعملوا يعني اي صالون لما بيفتح وانت بتعمل اجراءات الاقامه للموظفين، بيطلبوهم ان هم يروحوا يحضروا محاضرات في التعامل مع الظروف الحاليه اللي احنا فيها ديت، ان في جلافز بتتلبس، الكمامه ما تتخلعش، دايما السانيتايزر بتستخدمه على العده بتاعتك. فبرضك الحمد لله يعني احنا تنجيهات الحكومه دائما اكيد دائما دوله الامارات ما ساعدت على صحيح
دائما جذب المستثمر، جذب حتى العملاء طبعاً بشكل عام. طبعاً حابين ايضا نتعرف عن الرؤيه والهدف المستقبلي والخطط اللي رسمينها في السنوات الجايه. والله باذن الله باذن الله، انا هدفي ان ما اكونش صاحب صالونات، انا هدفي الفتره الجايه باذن الله ان انا اكون صاحب شركه ترك، شركه تكون شركه تحتي بتضم كل الصالونات اللي موجوده، ومش ممكن بس صالونات، ممكن باذن الله بعد كده يبقى في مطاعم في اي شيء. تمام، بس مش مجرد انك تكون بزنس مان لمؤسسه صغيره، لا ان شاء الله بيكون في توسع. شو سبب التسميه؟ ترك هو اسم العيله عندي، فانا كنت هسميها اسمي تانية، بعدين افتكرت ان الاسم بتاع العيله يعني عز عليا. واسم مميز فعلا، واسمه ايه بالظبط، لدرجه ان احنا ممكن ناس بتدخل عندنا بتفتكر ان هو الصالون تركي، الكونسبت بتاعنا تركي، بس لا هو بس اسم العيله. ما شاء الله عليكم. طبعا في ظل وجودنا في دوله الامارات لازم نتكلم عن الامن والامان في الدوله، وكيف ممكن يساعد على ان تستقطب مستثمرين من خارج او داخل دوله الامارات، كيف ممكن ايضا انه يساعد على استقرار السوق بشكل عام. صحيح، شوف هو من ناحيه الامن والامان فاحنا قاعدين في افضل دوله في العالم، مش كلامي ده كلام العالم كله، بدليل ان انت مثلا اي مشاكل بتحصل في دول اخرى بتلاقي المستثمرين بتوع الدوله ديت على طول اول هدف ان هم مثلا ينقلوا استثمارهم دبي، فده لو دل دل على ان البلد هنا هو متعاونه مع المستثمرين، متعاونه مع رجال الاعمال، في سيف في موضوع ان انت كمستثمر بتبقى ممكن من الاحتيال والنصب. اكيد طبعا. طبعا الموضوع ده هنا هو مهما اتكلمت فيه مش هديله حقه يعني، فدوت من ضمن الحاجات برضو اللي تساعد اي مستثمر ان يجي البلد، يعني لما يكون انت البلد مديالك الامن والامان، بتسهل لك الامور المتخصصه مثلا باعطاء الرخص او الاقامات، فلازم جميع التسهيلات الحكوميه. صحيح 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 فعليا، وهذا جاء انتاج عمل ومثابره من وجهود من حكام دوله الامارات العربيه المتحده. نحب ايضا نوجه لهم رساله شكر من منبر برنامج رواد الاعمال وايضا مصنف. طبعا كل الشكر لدوله الامارات وخصيصا الشيخ محمد بن راشد على الجهود اللي بتحصل منه بجد، يعني كل سنة بننبهر بالحاجات اللي بتنزل والقوانين اللي بيشرعها بتسهل علينا الأمور. يعني أنا لك أن تتخيل أن أنا ممكن في الأمور اللي هي المتخصصة بالترخيص أنا ما أخدتش معايا أسبوع، ففين مكان مثلا قبل كده هو كنا مثلا بتاخد مدة أطول. فلا ما شاء الله جزيل الشكر لحكومة الإمارات وخصيصا دبي، ونتمنى دائما نفضل عند حسن ظن الدولة بإذن الله. أكيد طبعا حابين نشكرك على ظهورك معنا اليوم. حبيبي تسلم. وحابين أيضا نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لمجموعة صالونات. موضوع التواصل احنا بالنسبة للوكيشن في فرع اللي هو الفرع الثاني في أرجان منطقة جديدة سكنية، وفي الفرع الأولاني في منطقة شارع الشيخ زايد في أم الشيف. التواصل عندك في ارقام التليفونات وفي عن السوشيال ميديا الانستغرام، فان شاء الله بس هم اي حد يكتب ترك راح يطلع له باذن الله. اكيد طبعا جميع ارقام التواصل سوف تظهر اسفل الشاشه. نورتنا مره اخرى. الله يخليك، كلك زود. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز الاستاذ يحيى. تابعونا بجمعة وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.